أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم وضع المصحف في السيارة أو المنزل المهجور بدعوى أنه يطرد الجن ويحمي من العين؟ هذه هي التميمة، هذه القرآن ما يجعل تمايم، هذه تميمة فلا يجوز هذا، وهذه إهانة للقرآن أيضا، هذه إهانة للقرآن أنك تحمله من غير قصد لتلاوته للقراءة فيه، وإنما تحمله لأجل حفظك من العين وما هذا، التمايم لا يجوز هذا. نعم.